واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة في آية كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله عز وجل الذي أمر العباد بالدعاء ورغبهم فيه وحثهم عليه غني عن العباد وعن دعائهم وعن عبادتهم، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهو عز وجل لا ينفعه دعاء الداعين ولا سؤال السائلين ولا تضرع المتضرعين، لكن مع ذلك كله يحب جل وعلا من عباده أن يسألوه. وكلما عظمت عناية العبد بالدعاء عظم حظه ونصيبه من محبة الله له، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يحب سبحانه وتعالى السائلين الداعين، ووعدهم سبحانه وتعالى بأن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم رجاءهم وأن يحقق سبحانه وتعالى سؤلهم.